أهلا بكم في حلقة جديدة من المشهد، نتابع في جزئها الأول تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا وأيضا ردود الأفعال الدولية، وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة نذهب إلى التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يوم أمس كان حافل بالمشاحنات بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، في الصباح كانت هناك اعتداءات على المسجد الأقصى واعتقالات، وفي المساء كان هناك هجوم على بلدة العاد في الداخل الإسرائيلي أدى إلى قتل 3 مدنيين إسرائيليين. نتعرف على تداعيات هذه العملية لكن بعد متابعة أهم الأحداث على الأراضي الأوكرانية. أعلنت الرئاسة في أوكرانيا إجلاء نحو 500 مدني حتى الآن من ماريوبل، مشيرة لأن عملية الإجلاء لا تزال مستمرة. ينتظر وصول قافلة جديدة للأمم المتحدة إلى ماريوبل اليوم لإجلاء آخر المدنيين المتحصنين في مجمع أزوفستال للصناعات المعدنية. تمكن نحو 100 مدني من مغادرة المجمع في نهاية الأسبوع الماضي في عملية إجلاء نظمتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مجلس الأمن إن العملية الجارية لإجلاء المدنيين في ماريوبول الأوكرانية ومصنع أزوفستال المحاصر هي الثالثة، حيث شهد الأسبوع الماضي عمليتين للإجلاء. So far. Two safe passage convoys have been successfully completed. حتى الآن تم إجلاء قافلتين تقلان مدنيين بنجاح. القافلة الأولى تم إجلاؤها في الثالث من شهر مايو الجاري وأقلت 100 مدني من مصنع أزوفستال إضافة إلى 59 آخرين من منطقة مجاورة. عملية الإجلاء الثانية تمت الليلة الماضية حيث تم إجلاء أكثر من 320 مدنيا من مدينة ماريوبول والمناطق المحيطة، وهناك عملية إجلاء ثالثة تجري الآن. في المجمل تم إجلاء 500 مدني كانوا يعيشون أياما عصيبة تحت عمليات القصف المستمر وصعوبة الحصول على مياه الشرب والغذاء والصرف الصحي. ما زال عشرات المدنيين الأوكرانيين بينهم نساء وأطفال محاصرين في مخابئ محصنة تحت الأرض بمصنع أزوفستال الصلب في مدينة ماريوبول المدمرة رغم عمليات الإجلاء التي تمت منذ أيام، لكن المعارك المتقطعة تبطئ من عمليات الإجلاء. وساعدت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى الآن في إجلاء نحو 500 مدني من المنطقة في عمليتين خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها توقفت بعد ذلك بسبب انتهاكات لوقف إطلاق النار. ورغم التصريحات المتضاربة بشأن عمليات إجلاء هؤلاء المدنيين المحاصرين، إلا أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لأوكرانيا مارتن جرافيث أكد أن قافلة إجلاء جديدة تتجه إلى مصنع أزوفستال بهدف إجلاء المدنيين المحاصرين في خلال ساعات، والذين بقوا في ذلك الجحيم الكئيب على حد وصفه لأسابيع وأشهر عديدة. روسيا من جانبها وعلى لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن موسكو على استعداد للسماح للمحاصرين في ماريوبول بالمغادرة بأمان. وأبلغ بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في اتصال هاتفي أن روسيا لا تزال مستعدة لتوفير ممر آمن للمدنيين، وأن على كييف أن تأمر المقاتلين الأوكرانيين الذين يدافعون عنه بإلقاء أسلحتهم. وبدا أن الصور التي نشرها مقاتلون مدعومون من روسيا تظهر دخانا وألسنة لهب تلف جميع أزوفستال الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، ويعتقد مسؤولون أوكرانيون أن نحو 200 مدني ما زالوا محاصرين إلى جانب المقاتلين في شبكة مترامية الأطراف من المخابئ تحت الأرض. نفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تقديم معلومات استخبارية عن مواقع قادة روس في ميدان القتال لتتمكن القوات الأوكرانية من استهدافهم. وردا على معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز حول الدعم الأمريكي للجيش الأوكراني، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة تزود فعلا قوات كييف بمعلومات استخبارية عسكرية لمساعدة الأوكران في الدفاع عن بلادهم، لكنها لا تقدم معلومات استخباراتية بشأن مواقع كبار القادة العسكريين الروس في ساحة المعركة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخها دمرت مخزنا كبيرا للذخيرة في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا. أضافت أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين، واحدة من طراز سو 25 والأخرى من طراز ميغ 29 في منطقة لوغانسك الشرقية. اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي القوات الروسية بأنها تواصل اقتحام وقصف مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبل الأوكرانية المحاصرة. بالتأكيد هي ليست مجرد معارك منفصلة متفرقة، بل هي حرب شاملة تدور رحاها في كل بقاع أوكرانيا، وتطور الأحداث يشير إلى أنها لن تشهد هدوءا في أي وقت قريب رغم حديث ووعود التفاوض والهدنة. أوكرانيا وروسيا أعلنتا أن القتال اندلع في أنحاء الجنوب والشرق، وتحدثت السلطات الأوكرانية عن قصف بلدات قرب خط المواجهة الذي يفصل الأراضي التي تسيطر عليها في منطقتي دونياسك ولوغانسك عن الأراضي الخاضعة لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا. الجيش الروسي أعلن تدمير 45 منشأة عسكرية أوكرانية في أحدث موجة غارات جوية، وقال إن القوات الجوية الروسية ضربت مراكز تعبئة جنود ومستودعات ذخيرة في منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا. الوحدات الصاروخية الروسية استهدفت بطاريات مدفعية أوكرانية وبطارية صواريخ متعددة من طراز أورجان قرب ميكولايف وأربعة مواقع أخرى لتعبئة الجنود والمعدات. وفي المقابل أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 3 صواريخ كروز روسية و4 طائرات بينها مقاتلتان من طراز سوخوي. هيئة الأركان الأوكرانية قالت إن قواتها صدت 11 هجوما في منطقتي دونياسك ولوغانسك في الوقت الذي استمر فيه القتال حول مصنع أزوفستال في ماريوبول. وطأة القتال تؤثر سلبا دون شك على أوضاع المدنيين المحاصرين، إذ ما زال عشرات المدنيين الأوكرانيين بينهم نساء وأطفال محاصرين في مخابئ محصنة تحت الأرض بمصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول المدمرة، رغم إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة للسماح لهم بالمغادرة بأمان. لكن مقاتلا أوكرانيا قال إنه مختبئ في المجمع الضخم الذي لا يزال في أيدي الأوكرانيين من المدينة الساحلية، واتهم القوات الروسية بخرق دفاعات المصنع لليوم الثالث في انتهاك لتعهد سابق من موسكو بوقف أنشطة الجيش للسماح بإجلاء المدنيين. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الروس فقدوا السيطرة على عدة مناطق على حدود منطقتي ميكولايف وخيرسون، وأن الجيش الأوكراني تمكن من التصدي لهجمات روسية متعددة على شرقي البلاد. وتؤكد المقاومة الأوكرانية في المصنع إخفاق روسيا في السيطرة على المدن الكبرى في الحرب المستعرة منذ 10 أسابيع، ووحدت القوى الغربية في تسليح كييف ومعاقبة موسكو بفرض عقوبات عليها. قال مصدر مطلع في الاتحاد الأوروبي اليوم إن المفوضية الأوروبية اقترحت تغييرات على خطتها لحظر النفط الروسي في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة. من المقرر أن يشمل الاقتراح المعدل الذي سيناقشه مبعوثو الاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم فترة انتقالية مدتها 3 أشهر قبل فرض حظر على خدمات الشحن لنقل النفط الروسي، وذلك بدلا من شهر واحد في بادئ الأمر. كما سيكرس الاقتراح المعدل مساعدة في الاستثمارات لتحديث البنية التحتية النفطية والتخفيف من أثر العقوبات. أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربن أن بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا وفي شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية. واعتبر أوربن أن اقتراح المفوضية الأوروبية بحظر واردات النفط الروسية هي بمثابة قنبلة ذرية على الاقتصاد المجري، مؤكدا استعداد بلاده للتفاوض في حال التوصل إلى اقتراح جديد يتناسب مع مصالحها. كانت المفوضية الأوروبية اقترحت الأربعاء حزمة العقوبات الأشد صرامة حتى الآن ضد موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وسط مخاوف من أن يمثل تأثير قطع واردات النفط الروسية عائقا في طريق الاتفاق.
نتحول إلى الملف الثاني في هذه الحلقة، وهي متابعة يعني الاستمرار التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بالأمس كان كما نوهنا في البداية يوما مليء بالمشاحنات و يعني اشتباكات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. بدأ التوتر في صباح أمس بملاحقة مصلين فلسطينيين بالمسجد الأقصى واعتقال 50 مصليا، بعدما اعترضوا اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى وأوقفوا محاولتهم لرفع العلم الإسرائيلي في داخله. قامت الشرطة الإسرائيلية أيضا بإغلاق أحد أبواب المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية، وهي المنطقة التي لجأ إليها العشرات من المصلين، وقاموا بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. في مساء أمس حدثت عملية قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تمت على أيدي 2 من مواطني الضفة الغربية، نفذوها في وسط تل أبيب. يعني تراوحت التصريحات ما بين أنها عملية طعن أو عمليات إطلاق نار، لكن الحصيلة هي 3 قتلى و4 من الجرحى الإسرائيليين. نتحدث عن هذا الموضوع وتداعياته وسيناريو الأيام القادمة مع ضيفنا في هذه الحلقة دكتور هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. اسمح لنا في البداية أن نخرج سريعا إلى تقرير يرصد معكم مشاهدينا ما حدث في يوم أمس في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونعود لنبدأ النقاش. دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح كوادرها والفلسطينيين إلى النفير العام في جميع مناطق التماس إلى القدس والمسجد الأقصى للتصدي لدعوات المستوطنين الإسرائيليين لاقتحام المسجد بكل السبل المتاحة والتي كفلها القانون الدولي في مواجهة الاستعمار. المئات من عناصر شرطة الاحتلال مدججين بالسلاح اقتحموا باحات المسجد الأقصى وحولوها إلى ثكنة عسكرية قبل الاعتداء على المصلين بالضرب وإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط في محاولة لنسف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. ويعد رفع أعلام الاحتلال في المسجد الأقصى اعتداء صارخا على حرمة المسجد واستفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين حول العالم، خاصة وأن ما حدث يخدم جماعات التطرف ويضر بالسلام العالمي وحوار الأديان والثقافات. ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمعنية بالشأن التراثي والثقافي للعمل على وضع حد لهذه الاعتداءات غير المبررة بأي شكل من الأشكال والتي تزداد بشكل منهجي ومخطط. وتشهد مدينة القدس توترات منذ بداية شهر رمضان المبارك على خلفية مواجهات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال عقب اقتحام الأخيرة وعشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى واعتقال العشرات، ما قوبل بإدانات عربية وإسلامية واسعة. أهلا بكم مرة أخرى دكتور هاني. ما حدث بالأمس صباحا في المسجد الأقصى وهي الاعتداءات المستمرة منذ شهر رمضان وتزامنا مع احتفال الإسرائيليين بعيد الفصح، ثم رد الفعل الفلسطيني في المساء في بلدة إلعاد في داخل تل أبيب، يعني كيف يمكن تفسير ما يجري الآن من توترات في الأراضي المحتلة؟ يمكن كان هناك العديد من التقارير الأمنية التي كانت تلوح وتؤشر على وجود تصعيد مرتقب وتصعيد بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ودي كانت التقارير دي مستمرة تقريبا من شهر يناير وقبل رمضان، وكانت يعني الأحداث أثبتت صحة مثل هذه التقارير الاستخباراتية ليس فقط من الداخل الإسرائيلي لكن حتى المتابعين للشأن الفلسطيني والدول الجوار كانت بترصد مثل هذه التحركات نظرا للعديد من التحولات الخاصة سواء بالحكومة الإسرائيلية أو حتى الفصائل الموجودة في الداخل الفلسطيني فتح وحماس ورغبتهم في تحريك الماء الراكد نظرا لعدم وجود تحركات سريعة وانفراجة فيما يتعلق بالمسائل العالقة سواء مسألة التبادل الأسرى أو الملف الخاص بإعادة الإعمار أو الأموال القطرية وغيرها من الملفات اللي كانت موجودة على السطح واللي يمكن الجانب الإسرائيلي عرقل ووضع بعض العراقيل في سبيل الوصول لبعض التسويات، وخاصة في ظل برضو بعض المطالب الخاصة بالفصائل. مصر حاولت بشكل كبير في تذليل مثل هذه العقبات، كان هناك بعض الأدوار من الدول مثل الأردن وغيرها، لكن في النهاية وصلنا لنقطة في ظل التغيرات والتحولات الإقليمية والدولية كان هناك رغبة من الفصائل والداخل الفلسطيني لاستغلال الموقف في ظل التصعيدات الإسرائيلية وحالة المماطلة من أجل وضع القضية الفلسطينية على الخارطة مرة أخرى وإعادتها إلى الواجهة، خاصة يعني لو حضرتك تتبعنا
مسار القضية الفلسطينية. دايما نؤكد على نقطتين، ان يمكن العالم العربي دائما وابدا يضع القضية الفلسطينية كأولوية وفي المرتبة الأولى، لم يتوقف الدعم العربي والمصري تحديدا للقضية في أي وقت من الأوقات، حتى في ظل حالة الخلاف ما بين مصر وحركة حماس في ظل أحداث ما بعد 2011، لكن في النهاية مصر تدير الأمر بحكمة وفصلت بين هذه الأمور. تعرضنا لأحداث 2011 وانشغال الدول العربية ببعض الأزمات الداخلية، لكن في النهاية كان الدعم القضية موجود ويمكن بنسب متفاوتة. أيضا سلم الأولويات والتحديات اختلف نوعا ما في ظل صعود بعض القضايا مثل الإرهاب أو الخطر الإيراني نوعا ما، لكن في النهاية ظلت القضية حاضرة بشكل أو بآخر. أيضا الظرف الدولي والأقليمي والمتعلق بأزمة فيروس كورونا والحرب في أفغانستان والأزمة الروسية الموجودة حاليا، وعلى الرغم من فتح قنوات مع الجانب الإسرائيلي من بعض الدول العربية كبادرة، ويمكن نظرة استشرافية من الدول العربية لفتح قنوات وآليات جديدة للجانب الإسرائيلي ربما تساهم في انفراج الأزمة، لكن الجانب الإسرائيلي فسر هذا الأمر بشكل خاطئ واعتبر ذلك أنه يمكن ضوء أخضر مفتوح، لكن في النهاية الدول العربية ومصر تؤكد على أن القضية الفلسطينية حاضرة، ويمكن التصعيد الأخير يؤكد هذا. صحيح. لكن نحن بالفعل أمام اثنين من المتغيرات الإقليمية والدولية الهامة. الأولى بدأت بتوقيع بعض الدول العربية اتفاقيات يعني تطبيع وسلام مع إسرائيل، والشق الآخر يتعلق بالحرب الأوكرانية. هل استغلت إسرائيل هذا الظرف؟ هل ما جرى هو بالون اختبار أو محاولة لجس النبض لردود الفعل العربية والدولية تجاه القضية؟ هل هم ما زالوا ينتبهون إليها أم لا؟ يعني خلينا نقول ان يمكن الحكومة الإسرائيلية تحاول استغلال الظرف الإقليمي للأزمة الروسية الأوكرانية وانشغال المجتمع الدولي، علاوة أصلا على ان في الأساس النظام الدولي في حالة اهتراء شديدة وحالة ازدواجية في معالجة القضايا الإقليمية والدولية. يعني كلنا نتبين ان القضايا الخاصة بالشرق الأوسط سواء القضايا في سوريا واليمن والعراق وغيره لم يعطي المجتمع الدولي بالا او اهتمام كبير لهذه القضايا مثلما يفعل الان في ما يتعلق بالقضايا والأزمة الأوكرانية. وحتى كان هناك حديث عن فصل الرياضة عن السياسة او بعض الخطوط الفاصلة وبعض المعطيات القانونية او الخاصة بالمجتمع الدولي، لكن كل هذه الأمور تلاشت فيما يتعلق بتعامله مع الأزمة الأوكرانية. صحيح. وده بيضعنا في إزاء تساؤلات كثيرة إضافية للتساؤلات الأساسية فيما يتعلق بجدوى النظام العالمي بتركيبته وتكوينه الحالي وتشكيل مجلس الأمن ونظام التصويت ومدى جدوى ترتيبات النظام الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية وتعبيرها عن الظرف التاريخي الراهن وتوازنات القوى الموجودة، وبالتالي ده في إعادة يعني بيطرح تساؤلات وإعادة التفكير في النظام الدولي ومدى جدواه وحالة الازدواجية اللي احنا شفناها فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. وده بينسحب وينعكس بشكل أساسي على القضية الفلسطينية اللي هي بقالها عقود ولم يعطي المجتمع الدولي نفس الأهمية. صحيح. لكن أيضا هذه الأزمة الروسية الأوكرانية أثبتت أنه المصالح هي الأساس بغض النظر عن المواقف السياسية. يعني ما تمسكه روسيا من سلاح ضد دول الغرب تجعلها كثيرا تتراجع، استمعنا إلى رد فعل المجر مثلا بولندا. فالمصالح في النهاية هي ما تحكم مواقف الدول. فيما يتعلق بإسرائيل والدول العربية، هناك مصالح كثيرة لإسرائيل مع الدول العربية، كيف يمكن أن تستغل هذه الدول قضية المصالح المشتركة، أمن إسرائيل، الجوار إلى آخره، من حتى الاتفاقات الاقتصادية التي تمت من أجل الضغط على إسرائيل لتهدئة الأمور؟ نعم، بالتأكيد ملاحظة مهمة جدا، وأنا يعني من المهم الحديث بواقعية بعيدا عن العواطف. يعني أعتقد أن إسرائيل هو ظرف واقعي موجود، وهناك بعض الترتيبات الأمنية وبعض المعطيات الخاصة في تعامل الدول العربية مع إسرائيل. ويمكن أحد أهم القضايا اللي يمكن مهمة في الفترة الماضية واللي كان يمكن هناك تقارب كبير ما بين الدول العربية وإسرائيل فيها وقد تكون مساحة كبيرة للحراك، هي الملف الإيراني والملف النووي الإيراني والعلاقة مع إيران وميليشياتها وغيره. أنا شايف أن ده يمكن ملف بيشكل أولوية وأزمة ويؤرق الجانب الإسرائيلي بشكل كبير، كما أن هناك اهتمامات عربية بهذا الأمر والخطر الإيراني، وده يمكن تسبب في بعض التقاربات والتفاهمات والاجتماعات اللي كانت حاضرة على الطاولة فيما يتعلق بهذا الأمر. أيضا الملف الأزمة الروسية الأوكرانية كانت حاضرة فيما يتعلق ببعض الترتيبات الاقتصادية ما بين الدول العربية وحتى الوفد اللي كان موجود في الجانب الروسي ثم الجانب الذي قابل زيلينسكي وزير الخارجية العرب. أعتقد أنه كان هناك العديد من الملفات التي تم مناقشتها وتم طرح بعض القضايا الخاصة بالتحدي الإيراني والميليشيات الإيرانية وأيضا التحديات الاقتصادية وبعض الأمور الخاصة بالقضية الفلسطينية. ويمكن ده
الدول العربية تجيد استخدام هذا الأمر بما تؤتى من قوة لمحاولة إعادة القضية الفلسطينية على الطاولة وفتح يمكن مساحات للتعامل مع الجانب الإسرائيلي. أنا شايف أن يمكن الخطر الإيراني أحد أهم الملفات صحيح. المهمة أيضا التحديات والتداعيات الاقتصادية، خاصة أن إسرائيل لديها بعض التطلعات فيما يتعلق بالغاز والطاقة وبعض الملفات الخاصة بالمنطقة العربية، ويمكن ده وضح بشكل كبير من خلال الموقف الخاصة ببعض الدول مثل الجانب الإماراتي على سبيل المثال اللي رفض التصويت على مشروع قرار يدين الجانب الروسي، وبعض المواقف الدول العربية مثل السعودية صحيح. فيما يتعلق ب حجم الانتاج المفتوح. اعتذر على المقاطعة، لكن فيما يتعلق بإيران وروسيا بما انه يعني الملفات كلها تتشابك، لانه حينما انتقدت اسرائيل روسيا واثبتت روسيا ان اسرائيل تبعث مرتزقة ليقاتلون الى جانب الجيش الاوكراني، روسيا قالت انها تعترض مثلا على قضايا الاستيطان، لا تعترف بسيادة اسرائيل على منطقة الجولان، ان تنتقد الوضع في غزة وتقول انه سجن كبير. هذه التصريحات في هذا التوقيت، وحضرتك تحدثت ايضا عن مواقف عربية داعمة لروسيا، كيف يمكن للعرب ان يستغلوا حتى الموقف الروسي في هذا الظرف دعما للقضية؟ طبعا بالتأكيد، يعني دايما في الازمات الكبرى اللي بيبقى ضالع فيها العديد من القوى الاقليمية والدولية بيكون هناك مساحة من المناورة والتحرك لبعض القوى الاقليمية او الدول صغيرة الحجم والتأثير، وده يمكن في العلوم السياسية بيقولك دايما عليك الاستغلال والاستثمار في مثل هذه الأزمات. وأنا شايف أن الدول العربية لها ثقل ووزن إقليمي كبير فيما يتعلق بمواردها الاقتصادية أو ثقلها الدبلوماسي والسياسي، وده هيكون يمكن محور مهم جدا للتحرك والبناء على مثل هذه التصريحات والتناقضات والتشابكات فيما يتعلق بهذه الخلافات واستغلالها لمحاولة بناء ودفع القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى الواجهة من خلال استغلال الموقف الروسي أو حتى حالة الشك وعدم اليقين والمخاوف الإسرائيلية من الجانب الإيراني، وأيضا الترتيبات الخاصة بالاقتصاد والطاقة والغاز وغيره. فدي ثلاث محاور مهمة يمكن استغلالها والعمل عليها. وأنا عايز أكد أن يمكن الموقف العربي ليس دعم لروسيا بشكل صريح، وإنما يمكن هو موقف متأني نظرا لأن العلاقات الدولية متغيرة بشكل سريع ووتيرة متسارعة للغاية، علاوة على أيضا فكرة أن هناك حالة خيبة أمل من الجانب الأمريكي وسلوكه في التعاطي مع بعض الملفات. صحيح، خيبة أمل على مدى عقود، وحتى الرغبة يعني الرغبة العربية في الانفتاح على يعني مناطق وقوة لا تكون قوة واحدة هي من نقوم بالتركيز معها. طيب، فيما يتعلق بردود الأفعال الفلسطينية تجاه عملية العاد، رأينا مثلا أن قادة الفصائل الفلسطينية ترحب بهذه العملية، هي لا تزال ترى أن المقاومة هي السلاح الرئيسي، رأينا ذلك العام الماضي مثلا مع الاعتداءات على المناطق المقدسية والرغبة في إخلاءها، ونراها الآن مع الاعتداءات الإسرائيلية أيضا على المسجد الأقصى والتضييقات على المصلين. إلى أي مدى يمكن الرهان على أن المقاومة هي لا تزال السلاح الأبرز والمؤثر على أمن المواطن الإسرائيلي، ويحسب لها طبعا من جانب إسرائيل ألف حساب؟ دائما على المستوى الرسمي، ويمكن ده الخط العام المتبع من الحكومات والدول العربية على المستوى الرسمي، نؤكد على فكرة السلام والدبلوماسية والخطوط الأساسية اللي بيمكن التحرك فيها من أجل الوصول لاتفاق أو حل الدولتين أو غيرها من الأمور التي يمكن أن تجد حلا للقضية الفلسطينية. لكن في النهاية لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال إغفال، يعني كلنا بنستنكر أي اعتداء على مدنيين أو غيره، لكن في النهاية المقاومة فيما يتعلق بالاحتلال أو فيما يتعلق بالاعتداءات أو بعض العسكريين والممارسات الإسرائيلية، أنا شايف أن ده خط بيدعم الخط الأساسي المتعلق بالدبلوماسية وتحركاتها. ولولا المقاومة وهذه التحركات بصرف النظر عن تفاصيلها وبعض الملاحظات اللي يمكن موجودة عليها، لكن في النهاية هو خط يعني يدعم الجانب السياسي بشكل كبير وبيشكل ضغط على الحكومة الإسرائيلية، نظرا لأن هناك يعني دائما المقاومة وهذه العمليات وهذه التحركات هي ردة فعل للسلوك الإسرائيلي وحالة التقييد وغلق المجال العام والقيود الشديدة والإجراءات الصارمة اللي بيتبعها النظام من انتهاكات جسيمة يمكن بيسكت عنها المجتمع الدولي، وهي يعني تشكل إدانة لحقوق الإنسان. يعني كلنا نتحدث عن الشيخ جراح وكيف وضعت هذه الأحداث القضية وعلى الطاولة المجتمع الدولي، وكان هناك تحركات، وبالتالي هذه الحركات الموجودة في الشارع ومن المواطن الفلسطيني والمقاومة دائما ما تكون هي الشرارة وهي الخط الأول لدفع القضية إلى الواجهة.
سنعود إلى قضية المقاومة مرة أخرى، لكن يعني ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خالد العيساوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ خالد، ما جرى بالأمس في الداخل الإسرائيلي في وسط تل أبيب في بلدة العاد، إلى أي مدى سيكون مؤثرا على تصرفات المستوطنين والشرطة الإسرائيلية فيما يتعلق بالمضايقات الحادثة على مواطني الضفة، على المصلين في المسجد الأقصى، وهذه التصعيدات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في الفترة الماضية؟ طبعا بعد خير حضرتك وعلى كل مشاهدينك وعلى كل السادة المشاهدين معنا. أنا أعتقد أنه رد الفعل سيكون أكثر سلبية وأكثر توترا. سنتكلم في أقل من شهر ربما تجاوز عدد المواطنين الإسرائيليين الذين قتلوا في عمليات ربما أكثر من 10 مواطنين، وبالتالي نحن نتحدث عن تصاعد مستمر، نتحدث عن إجراءات ربما يعاقبها رد الفعل، ورد الفعل يعاقبها عمليات وهجمات يعاقبها اقتحامات. إذا نحن في نقطة لا يعني لا استقرار، نقطة لا عودة إلى المفاوضات. نتحدث عن إجراء جديد يتخذ من قبل الاتحاد الاحتلال الإسرائيلي، هو يقوم بإجراءات أكثر صرامة ضد المستوطنين وضد المواطنين الفلسطينيين في أكثر ما يعني مشاعر ديانية لهم هو مسجد الأقصى، يقوم باقتحامات ربما كان في فترة من الفترات يقوم بها ولكن خفت إلى حد كبير بعد تدخلات الدولية والإقليمية لتحد من هذه الانتهاكات، لكن سرعان ما عاد الاحتلال مرة أخرى بوتيرة أكبر ووتيرة أسرع. كنا نأمل أن تكون حكومة رئيس الوزراء الحالية أكثر هدوءا من حكومة نتنياهو، لكن للأسف الشديد الأمور تسير نحو التصعيد، ربما الأمور تسير أيضا نحو فتح جبهة جديدة في غزة، هو الأمر الذي يعني سيؤثر على عملية السلام برمتها وقضية الفلسطينية بشكل عام، ويؤدي إلى تأجيج الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومن أجل الشرق الأوسط، ومن ثم عدم اقتراب المجتمع الدولي والأوروبي بهذه القضية في ازدياد الأزمة الروسية الأوكرانية. ولكن أنا في كل هذه الأجواء أتمنى أن تكون هناك خطوات عاجلة أيضا من يعني أصحاب الرؤى وأصحاب التدخل السريع في هذا الأمر لوقف مثل هذه الانتهاكات والمحاولة لعودة الهدوء مرة أخرى حتى لا تثبت الأمور من يد الجميع وأدخل في دوامة جديدة من دوامة العنف في منطقة الشرق الأوسط يتأثر ويؤثر في العالم الإسلامي والمجتمع الدولي والعربي بشكل عام، لأنه الكل ينظر إلى القضية الفلسطينية بأنها هي المفكرة المحورية المفكرة لكل توترات في المجتمع العربي والإسلامي. شكرا جزيلا أستاذ خالد العيساوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أعود لحضرتك دكتور هاني، يعني أستاذ خالد بيرى أنه إسرائيل ستصعد كرد فعل على رد الفعل الفلسطيني، هل هذا تخوف الآن موجود لدى الشارع الفلسطيني لدى القيادة السياسية، لأن الرئيس محمود عباس أدان العملية، هل في ذهنه رد الفعل الإسرائيلي الغاشم الذي نراه دائما يحدث مثلا على قطاع غزة، مزيد من التضييقات على الضفة الغربية وإلى آخره؟ يعني أكيد بعض الاعتبارات والتفاصيل حاضرة في ذهن الرئيس محمود عباس، أعتقد أن هناك بعض الخطوط التي يلتزم بها وخاصة حركة فتح من التأكيد دائما على المسار السياسي بعيدا عن خط المقاومة، اللي ربما لبعض الحسابات قد يفضي إلى تعقيد المشهد وتأزيمه من وجهة نظرهم، أو ربما هو يعني الموقف الرسمي يختلف عن طبيعة التفاصيل الأخرى، وبالتالي أنا شايف أن هناك دائما خط أو مساحة مفتوحة من التنسيق حتى في ظل وجود خلافات ما بين فتح تحديدا وبقية الفصائل، لكن في النهاية الخط العام الأساسي الموجود لفتح هو دعم الحل الدبلوماسي والسياسي والتأكيد على أن يمكن المقاومة مثل هذه العمليات ربما تؤدي إلى تعقيد المشهد في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي، وربما تعطيهم ذريعة أو بعض الفرص والمساحات للتسويف والتبرير، وأنا شايف أن ده منطقي نوعا ما، خاصة أن احنا في إزاء حكومة إسرائيلية أو حتى يمكن العقلية الإسرائيلية بشكل عام هي ليست راغبة في الحل، هي تنتهز الفرص وتحاول تطويع
بعد الأزمات ومثل هذه العمليات لإخراجها بشكل مغاير على حقيقتها واستخدامها كذريعة للتنصل من التزاماتها وبعض هذه الأمور. صحيح. لكن رأينا مثلا أنه ردود الأفعال من المواطنين الفلسطينيين ومن المقاومة تجبر كثيرا الجانب الإسرائيلي على التراجع، ما حدث في حي الشيخ جراح العام الماضي، العام الذي سبقه فيما يتعلق بقضية خان الأحمر، كانت المقاومة هي التي تجبر إسرائيل على التراجع في خط معين بتخشى منه على أمن مواطنيها، وبالتالي بتنسحب وبتهدئ الأمور. هل هذا وارد الآن؟ لأنه التصعيدات في المسجد الأقصى مستمرة منذ بداية شهر رمضان وحتى هذه اللحظة يعني، فهل ستستمر ولا ستحسب حساب المقاومة؟ يعني أنا شايف أن كل طرف له حساباته وله أولوياته، والجانب الإسرائيلي مهتم بشكل أساسي بالقضية الأمنية، وده خط أحمر لحماية أمن المستوطنين والمواطنين الإسرائيليين، ده بالنسبة له خط أحمر، ويمكن حتى لا يكون هناك هجوم على الحكومة ونفتالي بنت يحاول ترتيب أوضاعه نوعا ما وتأسيس للحزب والحكومة بشكل كبير. نعم يمكن هو في رأيي ليس بقوة نتنياهو، أو ربما لا يسيطر بالشكل القوي على مجريات الأمور، وحتى يمكن ده بان في تشكيل الحكومة أكتر من مرة في الفترة السابقة. فهو بيحاول اللي هو إعطاء الأولوية للاستقرار وتأكيد أمن المواطن الإسرائيلي، وده يمكن لحسابات داخلية معينة. لكن في النهاية الفصائل تعي جيدا أنه سيكون هناك ضريبة كبيرة فيما يتعلق بالإغلاق والقيود والمعابر وغيره وبعض الأمور الأمنية، لكن في النهاية دي الأدوات والمخرجات والمعطيات اللي بتمتلكها المقاومة والمواطن الفلسطيني بأي حال من الأحوال، وده السبيل الوحيد اللي هو طرح القضية على المستوى العالمي ودفع إسرائيل رغما عنها لمحاولة تقديم تنازلات. لكن في النهاية الحكومة الإسرائيلية تقدم تنازلات في إطار الدائرة والمربع الخاص بالخط الأحمر اللي يمكن لا يمكن تجاوزه فيما يتعلق بأي تقديم التنازلات أو أي حل فيما يتعلق بحل جذري للقضية. هو يتحرك في إطار وضوء معطيات معينة يتحرك فيها في ظل دعم أمريكي وفي ظل يمكن حالة من التعامل رخو من المجتمع الدولي مع الأزمة. لكن في النهاية أنا شايف أن المقاومة ستدفع الجانب الإسرائيلي إلى تقديم تنازلات، ستجعله مرغم على الحضور إلى طاولة المفاوضات فيما يتعلق بملفات مختلفة، وده يمكن أتى ثماره في العديد من الخبرات التاريخية السابقة. وفي النهاية ماذا يعني بتمتلك الفصائل غير مثل هذه الورقة للدفع بها؟ فأنا شايف أنه لا توجد خيارات أخرى، يمكن هي دي أولوية بالنسبة لي. طيب البعض يعني بعض الآراء تقول أنه ربما في الفترة القادمة نجد طرح لفكرة التفاوض مرة أخرى بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إحياء لفكرة الدولتين التي كان تحدث عنها بايدن. صحيح لم نرى منه أي إشارات، لكن البعض يقول أنه قد تكون الآن الظروف مواتية مع تصريحات الدول الكبرى منها روسيا مثلا على أنه لابد من الحديث عن حل الدولتين مرة أخرى. هل هذه الأفكار واقعية ولا الحرب الأوكرانية يعني هي المسيطرة الآن على الذهن الغربي؟ يعني أنا شايف أن المرحلة التاريخية الحالية يمكن الحديث فيها عن ترتيب الأوضاع للمشهد القادم، خاصة فيما يتعلق بالمصالحة الداخلية، فتح وعلاقتها بحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ده ملف ذات أولوية. صحيح. أيضا الأمر المتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة والدور المصري فيما يتعلق بهذا الأمر والأموال القطرية، أيضا صفقة الأسرى أعتقد أن هي هيكون يمكن هي ميزان لطبيعة العلاقات والملفات وفرص النجاح المفاوضات في الفترة القادمة. أنا شايف أن يمكن هناك فرص للدفع فيما يتعلق بهذا الملف بشكل كبير. كل هذه الترتيبات وهذه المعطيات قد تكون بداية لمرحلة تمهد لفكرة حل الدولتين أو الوصول لمرحلة متقدمة من المفاوضات. لكن في ظل الظرف التاريخي الحالي ورغم بعض التصريحات الروسية اللي هي يمكن تصريحات لها أغراض معينة و تصريحات لفترة تاريخية أو انتقالية معينة لغرض سياسي ما، ورغم المعطيات الدولية أنا شايف أن يمكن المرحلة غير جاهزة بشكل يمكن كامل لمثل هذه الخطوة. لكن في النهاية عايز أكد على أن يمكن الدور المصري كما نجح في العديد من المراحل السابقة في إنقاذ المنطقة والقضية من الدخول في معترك يمكن له تداعيات سلبية كبيرة أو تأزيم الموقف في أكثر من مرة، وقدم يمكن دعم كبير للقضية الفلسطينية، وأيضا فوت على الجانب الإسرائيلي الدخول في معترك من الأزمات كبداية لمحاولة الجلوس على طاولة المفاوضات. أنا شايف أن الدور المصري والأردني وبعض الدول العربية الأخرى قد يكون
مهم في هذه الفترة لمحاولة القفز على هذه الملفات ومعالجتها تمهيدا للمرحلة اللي حضرتك بتتكلمي عنها، حل الدولتين أو التفاوض على الأسس الجذرية والأساسية للقضية اللي هي ربما تسهم في تشكيل استقرار حقيقي ومعالجة جذرية للقضية. لكن طبعا العائق الرئيسي الآن هو فكرة الانقسام الداخلي الفلسطيني، يعني أول ملف ينبغي أن يتم العمل عليه هو المصالحة، أن يكون صوت فلسطيني واحد، صحيح؟ بالتأكيد، يعني المصالحة ده دور مهم حتى يكون هناك صوت واحد، وده بيشكل ضغط كبير على الحكومة الإسرائيلية عندما يكون هناك تضامن وهناك يمكن رؤية موحدة للفصائل و الحكومة الفلسطينية. أنا شايف أن ده يشكل ضغط كبير جدا على الجانب الإسرائيلي ويضعه في المأزق. وجود ترتيبات ومفاوضات وتقدم في ملفات أخرى مثل الإعمار وبعض الأمور الإنسانية والاقتصادية وخاصة بالصيد والفرص التوظيف وغيره فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني وتحديدا قطاع غزة وأزمة الأسرى، ربما ستشكل ميدان وحد أدنى مهم ومناسب جدا للتطلع للأمام لمعالجة بعض القضايا الأخرى، لأن الوصول لتفاهمات فيما يتعلق بهذه الملفات سيرتب الأجواء لمحاولة الدفع للوصول لحل جذري للقضايا الفلسطينية. وده مرهون بأمرين، حالة الجدية الإسرائيلية وهل فعلا إسرائيل تريد ذلك، وربما يمكن حتى إن كانت لا تريد إسرائيل لكن دائما إسرائيل تأتي إلى طاولة المفاوضات مرغمة، وأعتقد أن يمكن في حال تذليل مثل هذه العقبات يمكن الضغط على إسرائيل بشكل كافي. العنصر الآخر متمثل في الإدارة الأمريكية ومدى جديتها ودورها فيما يتعلق بمعالجة القضايا الفلسطينية والمجتمع الدولي وإعطاء مثل الأولوية والأهمية التي أعطاها للأزمة الأوكرانية. أنا شايف أنه هو المجتمع الدولي سمعته على المحك، وعليه أن يعطي قدر كبير من الاهتمام والمصداقية والعدالة فيما يتعلق ب دعمه للقضية مثلما هو ينتفض يعني الآن لما يحدث في أوكرانيا. هذه أقدم القضايا المتعلقة باحتلال يعني في العالم، لها مركزية كبيرة وسيكون لها تداعيات إيجابية على معالجة العديد من الملفات. صحيح، شكرا جزيلا دكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات على وجودك في هذه الحلقة. شكرا جزيلا. بشكركم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في حلقة اليوم من المشهد. إلى اللقاء.